ليش بحيراتنا ومربي الثروة السمكية مركزين على الكارب؟ ليش بيربون غير نوعيات؟ الكارب أرغب سمكة بالأسواق. يعني أنت الآن من تجيب هذا البلطي اللي الشايع بين هذا الشانق، شانق صح يسموه شانق، هو بلطي، هذا ما مرغوب بالسسمة ولا سعره مجزي. يعني هسه احنا اللي يطلع عندنا بالبحيرات من عنده من عرضه 750 500 الكيلو. نعم يعني لا مثلا النوعيات الاخرى، ما هو ما عندنا النوعيات الاخرى اللي تعيش ضمن مياهنا، هو الكارب العادي والجراس كارب العشبي والسيلفر كارب، اذن يتعايشن ويا الجسمه. بس السيلفر اسعاره هم قليله يعني واطعه، والجراس لا يعني شكل الشبوط العراقي. نعم. بس يختلف باللون عنه ولا شكله بالضبط، حتى قسم يسموه شبوط دياله. لا يعني مثلا احنا ما عندنا انه يعني نربي شبوط. الشبوط ما يتربى، بس اكو مزارع الان قامت تربي البني. البني مثلا. البني يجو اكو كم مفقس مال شو اسمه، بس البني ما يكبر بموسم واحد. يعني يجوز موسمين الى ثلاث مواسم. يعني ما بيربحية بسرعة. لا يعني من تحسب انه هو نفس اللي انت صرفه على الكارب بسنة او بسنتين تعادل سعره مال سنتين. مثل يعني اسماك البز وغيرها. على افتراض الان الكارب مثلا ينباع الكيلو ماله بثمانية ونص، ذاك الكيلو ماله ب17، بس شنو موسمين. فانت من تحسب موسم يعني 8.5 و8.5 هي صارت الموسمين نفس السعر، فالكارب ينتج الكارب افضل. وهذا البني يعني رغبه عليه بعض المطاعم والهذا.